الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم النعم، وأن يدفع عنكم النقم، وأن يجعلكم مباركين من بين جميع الأمم، وأسأله سبحانه أن يرزقنا الفهم، وأن يجعلنا من أهل العلم. وبعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، فلعلنا نتدارس فيه شيئا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فليتفضل القارئ، بارك الله فيه وجزاه خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإني لجالس بينهما، أو قال: جلست إلى أحدهما، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعد ذلك. ثم حدث قال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء، إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال: فنظرت فإذا صهيب، فأخبرته فقال: ادعوه لي. فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق بأمير المؤمنين. فلما أصيب عمر رضي الله عنه دخل صهيب رضي الله عنه يبكي يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب، أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب في قبره ببعض بكاء أهله عليه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، إنه لا يعذب بخطيئته وذنبه، وإن أهله لا يبكون عليه الآن. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم لا يبكون عليها، وإنها لا تعذب في قبرها. وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال ابن عباس عند ذلك: والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. هذا الحديث يتعلق بحديث النبوي رواه عدد من الصحابة أن الميت في قبره يعذب ببكاء أهله عليه، حيث رأى جماعة أن هذا يخالف قاعدة الشريعة في أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. ولذا بقي الناس في إشكال، فمنهم من وقف موقف عائشة بأن حمل الحديث على قضية عين لها سبب خاص، فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم ليبكون عليها، وإنها لتعذب في قبرها، فلم يجعل سبب العذاب هو بكاء أهلها. بينما قال آخرون بأن المراد بهذا من كانت من عادتهم أن يوجد فيهم النياحة
والتجزع من قضاء الله عز وجل، ثم لم ينهى أهله عن مخالفة الشرع في هذا الباب. ولذا قال الإمام البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنتهم، فإذا لم يكن النوح من سنته فهو كما قالت عائشة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهناك قول ثالث يقول بأن الميت في قبره ينقل إليه أن أهله قد أصابهم الحزن وقد فشى فيهم البكاء وأنهم تأثروا بموت هذا الميت، فيكون هذا من أسباب تأذيه بسبب ما ورد عليهم من البكاء والتأذي. ولعل هذا القول هو أظهر الأقوال، فإن العذاب لا يقتصر على العذاب الذي يكون فيه شيء من الأمور الظاهرة المتعلقة بالبدن، بل إن من أنواع العذاب تأثر النفوس. وعلى هذا تجتمع الأقوال التي وردت والأدلة التي رويت في هذا الباب. وفي الحديث من الفوائد اجتماع الجماعة من أجل أن يشهدوا الجنازة ليصلى عليها وتدفن، كما اجتمع هؤلاء الصحابة لوفاة بنت عثمان رضي الله عنه. وفي الحديث التحديث وذكر بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اجتماعهم للصلاة على المتوفى. وفي الحديث أن الإنسان يأمر ذوي أهل البيت بأن يكفوا عما يراه من المعاصي، ولذا قال ابن عمر لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء. وفي الحديث من الفوائد تفقد الإمام الأعظم أحوال الناس كما فعل عمر لما كان بالبيداء، والبيداء مكان قريب من المدينة يقرب من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة. وفي الحديث من الفوائد إرسال الإمام من يتفقد أحوال الناس ويسأل عنهم ويستدعي من يرى أنه يناسب استدعاؤه ليسأله عن بعض أموره. والذي يظهر أن عمر لما استدعى صهيبا ليكون معه استشعر صهيب مكانته عند عمر. وفي الحديث من الفوائد نهي الإنسان عن تعداد أحوال المتوفى وذكر ما بينه وبينه من العلاقة على لسان الحي بنبرة حزن. ولذا لما قال صهيب وأخاه وصاحباه نهاه عمر رضي الله عنه. وفي الحديث من الفوائد استعراض الأحاديث ومحاولة الجمع بين ما يظن التعارض بينها. وفي الحديث أيضا ذكر المعنى الذي حملنا الأحاديث المتعارضة عليه، كما في الحديث: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وفي هذا دلالة على أنه ينقل إليه حال أهله فيتأذى من ذلك. وفي الحديث أن قاعدة الشريعة أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره. نعم. أحسن الله إليكم.
قال عن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. في الحديث التحذير من الكذب وبيان شناعة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه بيان أن الذنب يتفاوت إثمه بتفاوت آثاره، ولذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من الكذب على غيره. وقوله فليتبوأ مقعده من النار بيان أن هذا الذنب العظيم وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول النار، وليس فيه أنه يؤبد في النار على ذلك. وبهذا قال جماهير أهل العلم أن هذا الذنب مع عظمه وشناعته إلا أنه لا يعد خروجا من دين الإسلام. وفي الحديث التشديد في أمر النياحة وبيان أنه من أسباب العذاب. وفي هذا الحديث والحديث الذي سبقه دليل على وجود عذاب القبر. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله ليس منا هذه من الصيغ الدالة على تحريم الفعل المقترن بها وأنه من كبائر الذنوب. وجماهير أهل العلم أن هذه الصيغة لا تدل على كفر من فعل الفعل المتوعد عليه، كما قال بذلك أكثر الفرق الإسلامية. وفي الحديث تحريم لطم الخدود، والخد جزء من الوجه، ولطمه ضربه باليد على جهة التسخط لقضاء الله، وعلى جهة الحزن على ما قدره الله جل وعلا على العبد من أنواع القضاء، سواء كان لموت ميت أو لفوات شيء من الدنيا أو لوقوع مصيبة. في الحديث تحريم شق الجيب لنزول المصيبة، والجيب جزء من أجزاء الثوب يكون قد فتح من أجل أن يدخل الرأس معه، أو من أجل أن توضع فيه بعض حوائج الإنسان. وكان من عادة أهل الجاهلية عند إصابتهم بمصيبة أن يشقوا ثيابهم من جيوبهم ليبينوا ما وقع عليهم من تأثر بسبب المصيبة التي نزلت بهم. وفي الحديث تحريم الدعاء بدعوى الجاهلية، أي إظهار ما يكون من أخلاق الجاهلية ومن شعاراتهم التي كانوا يسيرون عليها قبل نزول دين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه الثانية فقال قد نهيتهن، ثم ذكر أنهن لم يطعنه فأمره أن ينهاهن أيضا فقال انهاهن، فذهب فأتاه الثالثة قال والله لقد غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه قال فاحثوا في أفواههن التراب، فقلت أرغم الله أنفك، فوالله أنت لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء.
هذا الحديث يتكلم عن غزوة مؤتة التي وقعت في السنة التاسعة، حيث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشاً إلى أطراف الشام، واستعد له أهل الشام وجاءوا بأعداد كثيرة تجاوز 10 أضعافه، فقتل قادة ذلك الجيش وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فهيأ الله عز وجل للجيش خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، فانزاح بجيش المسلمين وسلم بقية الجيش بعد ذلك. فلما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف الناس به في الخطبة كما تقدم، ثم جلس ناحية يعرف فيه التأثر والتغير بسبب موت هؤلاء، ففي هذا جواز الجلوس عند نزول المصيبة بما يعرف به وقوع الحزن على من وقعت عليه المصيبة. وصائر الباب إما الموطن الذي فيه الحديد الذي يفتح به الباب، وإما مفتاح الباب، وقيل له صائر لأنه يصير به الباب مفتوحاً أو مغلقاً. وفي الحديث جواز نظر المرأة إلى المواقع العامة من خلال فتحات الأبواب والجدران كما فعلت عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث متابعة المرأة لزوجها واطلاعها على أحواله لتقرر ما تراه مناسباً لحاله. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا بلغ بوقوع مخالفة فإنه يأمر من بلغه بأن ينهى فاعل المخالفة عن الاستمرار فيها. وفي الحديث من الفوائد نهي أهل الميت عن البكاء ونهيهم عن إظهار التأثر بموت الميت والنياحة عليه. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن من كان لا يأمن على نفسه من تغيير ما قد يراه فإنه حينئذ ينبغي به أن يتخذ من الإجراء ما يتناسب مع ما يعرفه من حال نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اشتكى ابن لأبي طلحة رضي الله عنه قال: فمات الصبي وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ ما فعل ابني؟ قالت أم سليم رضي الله عنها: قد هدأت نفسه، هو أسكن ما كان، وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها. قال: فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، وقالت: واري الصبي. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما، اللهم بارك لهما في ليلتهما، فولدت غلاما. قالت أم سليم لي: يا أنس، انظر هذا، فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. وقال لي أبو طلحة:
احفظه حتى نأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخ لي عبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فإذا هو في مربد له وعليه خميصة حريثية، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح، فرأيته يسم شاة حسبته قال في آذانها، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعلها في فيه الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. قال سفيان بن عيينة أحد رواته فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. أنس بن مالك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه مالك ابن النضر، توفي قبل قدوم الإسلام إلى المدينة، فلما مات وانتهت عدة زوجته أم سليم أم أنس خطبها أبو طلحة الأنصاري، فكانت قد أسلمت، فاشترطت للقبول به زوجا أن يسلم، فأسلم أبو طلحة رضي الله عنه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنس، فقالت يا رسول الله هذا أنس يخدمك، فخدمه 10 سنين رضي الله عنه. أبو طلحة ولد له ولد من أم سليم ومرض، قال اشتكى ابن لأبي طلحة وهو أخ لأنس من أمه، وفي هذا بيان ما كانوا عليه من ورود الأمراض عليهم وما كانوا عليه من تمريض المرضى والسعي في علاجهم. قال فمات الصبي وأبو طلحة خارج، يعني خارج البيت. قال فلما رأت امرأته وهي أم سليم أم أنس أن الصبي قد مات هيأت شيئا، أي طبخت طعاما. في الحديث بيان ما كان عليه نساء الأنصار ونساء أهل الإسلام من خدمتهن لأزواجهن. قالت ونحته، أي وضعت الصبي في ناحية من نواحي البيت بعيدا عن نظر أبي طلحة رضي الله عنه. وفي هذا جواز تأخير تجهيز الميت لغرض وحاجة مقصودة شرعا. قال فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام؟ فيه السؤال عن حال المرضى وتفقد أحوالهم. فقالت أم سليم قد هدأت نفسه. ظاهر هذه الجملة أنه قد شفي وعافاه الله، وهي قد صدقت في كونها قد هدأت نفسه بسبب وفاته، ولذا قالت هو أسكن ما كان، وذلك أن المريض يطير نفسه، وإذا عوفي فإن نفسه يعود إلى طبيعته. فظاهر هذه العبارة أنه قد شفي، ومرادها بهذه الجملة أنه قد مات، ولكنها أرادت أن توري بهذا اللفظ. وفي هذا جواز استعمال الكناية والتورية من أجل تحقيق المقصد الشرعي، ولذا قالت وأرجو أن يكون قد استراح. قال وظن أبو طلحة أنها صادقة، فيه أن العبرة في وصف اللفظ بالصدق ما يكون في ظن الناس من موافقة اللفظ للواقع.
لا بما في نفس المتكلم. وقوله فقربت إليه العشاء يعني ما يتناوله من الطعام فتعشى، فيه جواز أكل الإنسان من الطعام وحده وأنه لا حرج في ذلك. والأصل في لفظة العشاء يطلق على الطعام الذي يحضر بعد الزوال حتى ولو كان بليل. قال فبات أبو طلحة فلما أصبح اغتسل، بمعنى أنه قد جامع أهله بالليل وأرادت أن يكون ذلك أهدأ لنفسه. فلما أراد أن يخرج من البيت أعلمته، أي أن أم سليم أخبرته بوفاة الصبي وقالت وار الصبي، أي قم بدفنه في المقبرة. وفي هذا مشروعية قبر الأموات ومشروعية قبر الصبيان. قال فصلى أبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان ما كان عليه الصحابة من صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما، أي ما وقع من أبي طلحة وأم سليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرستم الليلة. الأصل في هذا اللفظ أن يطلق على نزول المسافر في آخر الليل، وأصبح يكنى به عن جماع الرجل لأهله. وفي هذا جواز استعمال الكناية متى اشتهرت، فقال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما، فيه الدعاء للمتزوجين بالبركة في أبنائهم. وقوله فولدت غلاما، أي نتج من إتيان أبي طلحة لأم سليم في تلك الليلة أن حملت فولدت غلاما ذكرا. قال أنس فقالت أم سليم لي يا أنس وهو ابنها انظر هذا، أي ليكن من شأنك أن تحمل هذا الصبي فلا يصيبن شيئا، أي لا يدخل في جوفه شيء من الطعام حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. والتحنيك مضغ التمر ووضعه على فم الصبي، على حنك الصبي. وجمهور أهل العلم على أن التحنيك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت هذا الفعل وهو التحنيك عنه في الصبيان المسلمين. وقالوا بأنه يختص به صلى الله عليه وسلم بدلالة ثلاثة أمور: أولها أن التحنيك لم يؤثر عن الصحابة رضوان الله عليهم مع فضلهم، فلم يكن من شأن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من علماء الصحابة كابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن عمرو وغيرهم فعل التحنيك، مما يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولم يفعل حتى في عهد النبوة إلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن إثبات البركة في شيء لا بد له من دليل، والتحنيك إنما شرع من أجل ما في ذلك من البركة، ولا يجوز لنا أن نثبت بركة في شيء إلا بناء على دليل، ولم يرد شيء من الدليل في هذا. ثم إن التحنيك من تزكية الإنسان لنفسه،
فكأنه يقول ريقي مبارك وفيه أثر جميل، وقد نهي الإنسان عن أن يزكي نفسه. وقال: وقال لي أبو طلحة وهو زوج أمه ووالد الصبي: احفظه، أي ليكن من شأنك أن تراعي هذا الصبي حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخي، وهو أخوه من أمه، وفيه حمل المميز للصبي الصغير الذي ولد حديثا. فقال: فإذا هو في مربد له، أي في مكان من الحوائط التي كانت قد أعدت للصدقة. قال: وعليه خميصة حريثية، فيه جواز لبس الخميصة السوداء. قال: فوافيته في يده الميسم، كانوا يسمون البهائم من أجل إثبات التملك فيها، فغالباً ما كانوا يسمون الإبل في أوراكها ويسمون الغنم في آذانها. قال: فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. وفي هذا جواز الوسم، وأنه لا يعد من تعذيب الحيوان، وفيه الاعتماد على الوسم في إثبات ملكية الإبل لمن. وفيه من الفوائد أن إبل الصدقة يتم وسمها ليميز بينها وبين غيرها. وقوله يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح، يعني في إحدى غزواته التي كان فيها غنائم. وقوله فأتى به النبي، يعني أن أنسا جاء بالصبي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأرسلت، يعني أم سليم، معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ الصبي، فقال: أمعه شيء؟ فقال أنس: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعلها، يعني أخذ هذه التمرات من في نفسه فجعلها في فم الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. وفي هذا فضيلة اسم عبد الله، وذلك أن اسم الجلالة الله مما يختص به رب العزة والجلال، وفيه تذكير بالمعنى الذي خلق الإنسان من أجله، وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب له. وفي الحديث جواز تسمية الصبي يوم ولادته، وأنه لا يلزم تأخير تسمية الصبي إلى اليوم السابع. وفي الحديث جواز إيكال تسمية الصبي إلى غير والديه، كما وكل أبو طلحة وأم سليم النبي صلى الله عليه وسلم في تسميته بذلك. وفي الحديث أثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن من البركة في الأولاد أن يتوجهوا إلى طلب العلم. وقد ولد لعبد الله هذا عدد من الأولاد الذين أصبحوا من علماء الإسلام، ومن أشهرهم إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، وهو من رواة الصحيحين. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يسعدكم وأن يبارك فيكم وأن يسبغ عليكم نعمه وأن يصلح ذراريكم وأن يبارك فيهم وأن يريكم فيهم ما يسركم في دنياكم وأخراكم، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أولاد المسلمين وبناتهم
وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.